مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم على الجزيرة مباشر من بلدة قبية قضاء رام الله. هنا في هذا المكان في بلدة قبية 49 منزل مهددة بعملية الهدم في إجراء إسرائيلي متسلسل في مناطق الأراضي الفلسطينية، تحديدا هنا في الضفة الغربية. للسادة المشاهدين، عندما نتحدث عن 49 منزل لبلدة قبية والتي يبلغ تعداد سكانها نحو 6500 مواطن، هذه المنطقة الغربية من منطقة قبية، نحن نتواجد هنا في منطقة يتركز فيها الإنذارات الإسرائيلية. قبل أيام جاءت قوة من الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى الإدارة المدنية وأبلغت السكان في هذه المنطقة بإنذارات هدم متتالية. في المنطقة المقابلة التي ترونها في الشاشة الآن، هذه المنطقة يوجد هناك تقريبا 29 منزل أيضا مهددة بالهدم. هذه المنطقة التي يعتبرها أهالي بلدة قبية قضاء رام الله منطقة منكوبة، لأنه عملية الهدم كما يقول هنا السكان متوقعة في أي لحظة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية الملبدة هنا ما بين السلطة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. في هذه في الخلفية الغربية هناك هذا الشيك الفاصل ما بين الأراضي المحتلة عام 1967 بالإضافة إلى المناطق المحتلة عام 48. الأراضي خلف الشيك مباشرة هي أراضي محتلة عام 1967، وتعد تقريبا نصف أراضي بلدة قبية التي صادرها الاحتلال الإسرائيلي. في الخلفية أيضا البعيدة هناك منطقة مدينة اللد المعروفة بوجود مطار مركزي للاحتلال الإسرائيلي فيها. الاحتلال ينوي ضم هذه الأراضي من منطقة الشيك التي شاهدتموها وصولا إلى المناطق المحتلة عام 48. عندما نتحدث عن هذه المناطق الممتدة، وهي بحسب الاتفاقيات الفلسطينية هي منطقة سي، منطقة سي التي تمثل من أراضي الضفة الغربية 60% بحسب التصنيف الذي نصت عليه اتفاقية أوسلو، والتي قسمت المناطق ما بين A تتبع للسلطة الفلسطينية، B تتبع أيضا السلطة الفلسطينية لكن للاحتلال إمكانية الدخول والتعامل الأمني في داخلها. مناطق سي التي تشكل جل الأراضي الفلسطينية هي تتبع من حيث الأمن والإدارة للاحتلال الإسرائيلي، على الرغم من أنها كما تنص الاتفاقيات الدولية من الأراضي المحتلة التابعة للأراضي الفلسطينية. هذه المناطق التي شاهدتموها، نحاول أن نستجلي أيضا هنا أهالي القرية، قرية قبية، ونأخذ آراء أولا أصحاب البيوت المهدمة في هذه الأثناء، والتي من خلالها سنعلم ما هو الإجراء الذي تم، ماذا ينوي الاحتلال. نحن هنا في هذه المنطقة التي نحن نتواجد فيها يوجد 5 منازل هنا في هذا المقام مهددة بالهدم. يعطيك العافية، عرفنا على حالك. فيك مصطفى عبد الكريم غيظان من قبية. مصطفى، أنت من الأسر التي هدد الاحتلال بهدمها، وأنت بدأت بإجراء قانوني خلال الأيام الماضية لحفظ بيتك من الهدم. بيتك في خلفية الصورة يمكن الإشارة إليها. نعم، لكن قبل ذلك يعني شو اللي صار معكم بالضبط؟ بكيت أنا في الشغل وجين الجيش وحطين ورقة على العمود مكتوب عليها محكمة في 25 شهر، بس كبلة في شهر 4 على ما أظن أجا، واتبعت إجراءات، قدمت على رخصة وخلص ما رجعش بعد علي. لكن يعني على الأقل أنت بهذا البيت بنيته، قديش قعدت وأنت تبنى فيه؟ قعدت تقريبا 3 سنين وأنا أعمر فيه، وبكيت ساكن لي سنتين وبعدين أجا علي. يعني ما الذي يمثل لك البيت؟ كل شيء لي، شو تعبي. و لا سمح الله إن تمت عملية الهدم، شو يعني بصير معك؟ شو بدي أسوي؟ لا حول ولا، بس يعني بزعل الواحد وهيش تعبه وشكاه. كم لديك أطفال في البيت؟ 4، وأنا ومرتي 6. يعني أنت جل عمرك وتحويشتك وتعبك في هذا الدار. طبعا. طيب، هل تواصلت أحد معكم من السلطة الفلسطينية من المؤسسات لتقوم بالدفاع عنكم؟ لا، بس مؤسسة القدس لحقوق الإنسان. السلطة الفلسطينية هل تواصلت معكم؟ لا، ما حدا تواصل. طب أنتوا حاولتوا تتصلوا بالسلطة الفلسطينية للدفاع عنكم للحديث عن؟ لا، ما حاولتش أنا. لا، ما حاولت. ولم يصلكم أحد من القانونيين من السلطة الفلسطينية؟ لا، ما حدا وصلني. إذن متابعينا أشكرك. نحاول أن نأخذ أيضا شقيق أحد الأسر، وهو شقيق يعني لأصحاب هذه البيوت. يعطيك العافية، عرفنا على حالك. عطية حماد،
أنا إلي 3 خوات ساكنات هنا في المنطقة هاي، اللي هي الدار اللي واقفين عليها دار راجح الطاهر، والدار اللي منها تحت دار باهر نصار، وفي دار أختي هان بس ما أجهاش إنذار، في ابن عمي تحت فرج زهرة برضو أجا إنذار وقف بناء، دار أختي اللي تحت هان أجاها وقف بناء في شهر أعتقد 7، حاليا أجاها وقف إنذار هدم خلال 7 أيام. يعني أنتم على الأقل وأخواتك لكم 3 بيوت مهددة بالهدم؟ 2 ودار ابن عمي. طيب يعني بالضبط شو اللي صار خلال الساعات الماضية؟ هم كانوا جايين في شهر 7 اللي فات، جابوا لهم وقف بناء، طبعا بعديها ما سووش إشي، هم ما لا ضافوا على الدار ولا بنوا ولا أي إشي، حتى ابن عمي نفس الإشي، هي دارة قدامكم واقفة يعني. تفاجأوا فيهم امبارح في النهار الساعة 10 الصبح تقريبا، إجوا قوة من الجيش والإدارة المدنية وسلموا لدار أختي اللي تحت قرار هدم خلال 7 أيام. ما تواصلوش مع حدا، هم بكوا يحكوا انهم بدهم يتواصلوا مع مؤسسة القدس باين، وتواصلوا راحوا لمحامي امبارح في شكبة بس ما حصلش انهم يتواصلوا معاه، يعني ما طلعوا لكوا طالع من الدار. يعني كم تأوي انفار اعداد من الساكنين في البيوت هذه الخمسة المهدمة، يعني او عفوا المهددة بالهدم؟ دار أختي هاي اللي تحت فيها 5، دار هاي فيها 2، ابن عمي عنده تقريبا هو أولاده 5 أو 6 برضو نفس الإشي، يعني بتحكي لك عن 15 واحد في 3 دور هذول تقريبا. ويبدو أنه هذه السمة التهديد بعمليات الهدم، يعني كما سمعنا من البلدية أن 49 منزل تقريبا مهدم. تقريبا 49، في منها ما لا يقل عن 35 منزل في المنطقة الغربية من القرية اللي هي بنسميها احنا حدودية على منطقة جهة 67، وفي جزء برضو حوالي 15 منزل تقريبا أو شيء زي هيك في حارة الحدب برضو معهم إنذارات وقف بناء. طيب بس يعني رسالتكم أنتم كأسر متضررة لمن توجهون؟ إحنا المفروض إنه فيكون تحرك من السلطة، من الجهات المختصة، في لجنة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزارات المختصة، يعني إحنا هنا في كرة زي ما بيحكوا على باب الله، ما بنعرفش على لمين نتوجه. المفروض أن في حدا من الجهات الرسمية يحثنا ويوجهنا لمين نتوجه يعني. طيب يعني أشكرك، نحاول أيضا أن نستقرئ رأي هنا مواطن من أهل البلدة وهو أيضا خبير في التطورات ومن مجلس القروي هنا، يعطيك العافية. نحن نتحدث عن 49 منزل يعني مهددة بالهدم في منطقة بلدة قبية، أليس هذا يعد كارثة بحسب التوصيف؟ طبعا بلدة كب يعني مثل أي بلدة فلسطينية، معظم المنازل خارج المخطط الهيكلي بكون معرض للهدم، خاصة المنازل القريبة من الجدار الفصل العنصري. في المجلس القروي احنا بنحاول نوعي الناس انهم في كيفية التواصل مع المؤسسات اللي بدافع عن قرارات الهدم مثل مؤسسة القدس للدراسات. دعني أقول إنه أنتوا يعني جزء منكم كمجلس قروي، أليست السلطة هي مسؤولة عنكم؟ يعني لا يوجد هناك حراك من قبل السلطة؟ المجلس طبعا بيرفع لوزارة الحكم المحلي، ووزارة الحكم المحلي احنا مجلس التنظيم الأعلى، بنحاول ان نعمل توسع في المخطط سي يعني عن طريق المركز السلام والتعاون الدولي. يعني احنا نتيجة الاختارات الهدم اللي تم تقديمها في السابق، تم ترشيح بلدة كبية على اساس انه يكون في تخطيط للمخطط الهيكلي خارج اللي هي منطقة بي اللي هي في منطقة سي. يعني المخطط الهيكلي الموجود داخل البلدة حوالي 1000 دونم، نعمل على تخطيط حوالي 2000 دونم زيادة عن طريق اللي هي وزارة الحكم المحلي، وزارة الحكم المحلي بترفع للإدارة المدنية. لكن بتعرف انت اللي صار مثلا في بلدة قلنديا قضاء القدس، انه تم هدم تقريبا 17 منزل في منطقة وادي الحمص، تم هدم 60 منزل، بمعنى انه الحراك الاسرائيلي باتجاه عملية الهدم مرتفعة. نحن سجلنا على الاقل في العام الماضي قرابة ما بين القدس والضفة الغربية اكثر من 250 منزل، انت بتشوف انه السكان هنا كيف بتعايشوا مع هذا الهاجس والخوف من عملية الهدم؟ الناس بالفعل في بعض الدور تم هدمها في البلدة
بلدة، حوالي 5 بيوت تم هدمها، وفي بلدة شكوى المجاورة تم هدم منزل. فالناس بيشوفوا أن التهديد هذا التهديد حقيقي لهم، على أساس ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة وحماية الناس وممتلكاتهم من الهدم ومصادرة الأراضي. أشكرك. نحاول نأخذ أحد الأطفال هنا والذين يعني أيضا مهدد منزلهم بعملية الهدم. عرفنا حالك. محمد ياسين خطيب. يعني بيتكم مهدد بالهدم؟ لا مش مهدد. أنت من الحارة يعني متواجد هنا، خلاتك مهددة؟ إلهم أولادهم؟ في عندهم أولاد؟ نعم. طب أنت كيف شعورك لما بيت خالتك لا سمح الله بدون يهدم؟ شو شعورك؟ كيف شو 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 بتفكر في إيش؟ كيف تحزن عليهم تحزنش عليهم؟ بحزن. أشكرك. إذا متابعينا الكرام هنا على الجزيرة مباشر، هنا على الأقل كما أشرنا هذه المنطقة التي تعد من المناطق المنكوبة، 49 تقريبا منزل هي هنا مهددة بعملية الهدم. نحاول أن نأخذ رأي أيضا آخر هنا لقراءة ما الذي يفكر به الاحتلال. عماد يعني نتحدث عن مناطق سي اخترت بالهدم. الاحتلال بحسب تصنيفه انه 50% من المنازل في مناطق سي غير يعني لا تتفق مع مواصفات البناء، بمعنى انه غير مرخصه. هل فعلا سيقدم الاحتلال على هدم 50% من منازل الفلسطينيين في الضفه الغربيه؟ يعني هو في الفتره الاخيره اليمين الاسرائيلي دشن حمله عرفت باسم الحفاظ على مناطق سي، يعني مناطق سي اللي اسرائيل اقرت بانه بدها تسلمها للسلطه الفلسطينيه. مؤخرا بتنا نشهد انه هناك حراك كبير من هذه الجهات المختلفه بانه هناك حركه بناء فلسطينيه كبيره جدا، وعلى اسرائيل الوقوف بشكل سريع وكبير امام هذه الحركه من اجل القضاء عليها ومن اجل الحفاظ على هذه الاراضي. لماذا؟ من أجل لتمهيد لضمها مستقبلا. آخر الأرقام الإحصائية في هذا الإطار بأنه كل دنم تسيطر عليه السلطة العملية، ليس فقط بقية الأراضي الفارغة التي يعني الطرق الالتفافية تسيطر عليها، لا نتحدث اليوم سيطرة دنم بدنم، بالتالي نتحدث عن مشكلة كبيرة في الضفة الغربية. الكثير من المنازل ربما تشهد عملية هدم في المستقبل القريب في ظل قناعة الحكومة اليمينية الصهيونية المتطرفة بأن هذه البيوت من الممكن أن تؤثر على حلم ضم هذه المناطق. طيب يعني نحن نتحدث أنه العام الماضي تقريبا 160 منزل في مدينة القدس، بالإضافة إلى ما يماثلها تقريبا في الضفة الغربية، نتحدث أيضا عن تقريبا 100 منزل، يعني 260 منزل، كيف انعكس ذلك على الناس؟ يعني بطبيعة الحال الجمهور الفلسطيني بشكل عام بات يتأذى من سياسة الاحتلال على الأرض، لكن عندما نتحدث فقط عمن يهدم بيوتهم بتنا نشاهد بأنه حسب الإحصائيات الصهيونية نفسها بأنه أكثر من 70,000 مواطن فلسطيني خلال العقد الأخير بات من دون مأوى، منهم تقريبا 20,000 طفل، نتحدث عن القدس والضفة الغربية، بسبب سياسة هدم البيوت وسياسة التهجير. بالتالي نتحدث عن حالات إنسانية يعني تستحق المتابعة، وباتت بالتأكيد تحتاج إلى رعاية وتحتاج إلى دعم وتحتاج إلى مساندة. بات الفلسطيني يلجأ من بلده داخل بلده ومن ثم يعاني مسألة لجوء أخرى، بالتالي نتحدث عن معاناة إنسانية حقيقية، وربما يعني المتابعة عن بعد ربما الإنسان لا يشعر بحجم هذا الألم، لكن عندما يعيش الإنسان أوساط يعني هؤلاء يشعر كم يعانون، يشعر كم حجم الألم الكبير. لك أن تتخيل الإنسان يبني في أرضه، المواطن الفلسطيني يتعب، ومن ثم ببساطة تأتي إسرائيل تهدم هذا البيت وتقتلع من أرضه ومن بيته. إذا متابعينا الكرام سنحاول نحن والمصور إذا كان هناك توفر وقت لدينا أن ندخل إلى أحد البيوت، والتي من خلالها سنطلع مع أصحاب البيوت على هذه البيوت التي ينوي الاحتلال هدمها، ونحاول أيضا أن نستقرئ يعني إذا وجدنا أحد يمكن أن يتعاون معنا في الحديث من النساء كيف يمكن أن يكون حال هؤلاء. تابعونا إذا نحاول أن نأخذ بعض المواطنين هنا وندخل إلى أحد البيوت.
البيوت والتي سنرى فيها إمكانية الأجواء داخل البيوت. هذه كما أشرنا هي بعض البيوت التي نقف عليها التي ينوي الاحتلال هدمها، وهي تأوي 5 كما أبلغنا من العائلات، 5 من الأسرة، بالإضافة إلى يعني تقريبا 15 نفر فقط في هذه المنطقة يسكنون 4 من البيوت المنوي هدمها، بالإضافة إلى منزل قيد الإنشاء في هذه المنطقة. هذا أحد المنازل الذي نحن نتواجد فيه، والذي يعني من خلاله نحن نحاول أن نعطي عبر الجزيرة مباشر الأجواء التي ينوي الاحتلال صناعتها في هذه المنطقة، والتي تعد من المناطق كما أشرنا المنكوبة. عندما نتحدث عن قرية فلسطينية تبلغ تقريبا 6500 شخص، أن ينذر 49 منزل بعملية هدم، هذا يعد كارثة بالبعد العام. هذا المنزل الذي كنا عليه، ثم المنزل المقابل، هذا من المنازل أيضا المهددة بعملية الهدم، ثم المنزل الآخر المقابل للكاميرا مباشرة هو أيضا من المنازل المهددة بعملية الهدم، بالإضافة إلى المنزل الذي يقع في المنطقة العليا، ثم المنازل على طول الخط الغربي لبلدة قبية. هذه من المنازل. الآن نحن نقترب من أحد هذه المنازل التي ينوي الاحتلال هدمها، ونحاول أن ندخل إلى هذه. كما تشاهدون يعني هنا هذه الأسر هي من الدخل المتوسط أو المحدود هنا في الضفة الغربية، والتي يعتمد أصحابها على العمل إما في المهن الحرفية أو كعمالة فلسطينية، وهذه يعني تعد ثروة العمر ما بين قوسين، بمعنى أنه يمضي الرجل عمل طول يعني فترة شبابه حتى يحصل هذا المنزل بمساحة تقريبا ليست من البيوت الفاخرة. نحن نحاول أن ندخل، هؤلاء الأطفال الذين يسكنون في هذا المنزل. السلام عليكم، كيف حالك يا عمو؟ شو اسمك؟ تولين. انت في اي صف يا تولين؟ اول. الصف الاول. ليش مش رايحه على المدرسه اليوم؟ غياب. اليوم انتم معطلين. اجوا الجيش عندكم امبارح؟ شو سووا؟ اعطونا ورقه. شو الورقه مكتوب فيها؟ هدم. بدهم يهدموا البيت. طب انت زعلانه؟ لا مش زعلانه. بدهم يهدموا غرفتك؟ لا فيش عندي غرفه. فيش عندك غرفه؟ طب وين ألعابك مخبتيهم؟ فيش عندي ألعاب. فيش عندك كمان ألعاب؟ أني أحسن تعالي فرجينا على البيت اللي بديهم يدموا لا سمح الله. يلا إذا متابعينا الكرام، نحاول هنا أن نأخذ هذه يعني أحد غرف المنزل أو مطبخ المنزل، الذي يعني كما تشاهدون هنا تقريبا كديش العدد الموجود؟ هم الثلاث أولاد وأمهم حاليا وأبوهم، يعني 5. والمنزل هو عبارة عن صالة مع مطبخ وغرفة نوم وحمام بس. يعني انت بتحكي فقط يعني هذه نعم، يعني انت بتحكي فقط عن مطبخ بالإضافة إلى غرفة نوم، يعني حتى الطفلة ما تقول فيش إلي كمان يعني غرفة نوم خاصة. حقيقة إن فيش لها غرفة نوم. صحيح. نعم. هي السكنة كلها عبارة عن 45 متر تقريبا. 45 متر. نعم. يعني أنا يعني هولت حتى يعني لما قلت أنه يعني بعض المنازل يصل إلى 120، هذا ليس صحيح. يعني أنا تحدث عن 45 متر. 45 متر هي عبارة عن تسوية إحنا بنحكي لها، يعني زبطوها وعاشوا فيها، كانوا عايشين في بيت قديم عند دار أبو لباهر، وأجوا زبطوا التسوية. هي عبارة عن 45 متر، صالة مع مطبخ حمام وغرفة نوم بس، يعني مش أكثر. طيب بعد ذلك لا سمح الله اين ستذهب الاسر؟ يعني بدهم يرجعوا للبيت القديم اذا كان في متسع اصلا، يعني لان اخوه الاصغر منا تجوز وسكن فيه حاليا، او بدهم يضطروا يدوروا على دار يستاجروها، ما فيش ملجا غير هيك يعني. طيب عمو، خفتي لما اجوا الجيش عليكم على البيت؟ لا ما خفتي منهم. طب وين انت بتنامي؟ احنا واخوي. نامي هون؟ بتبردي بالليل؟ لا، حرمين حاف. بتحطي حالك حرمين وحاف. طيب شو بتقولي لليهود عشان دوم يهدموا بيتك؟ للجيش الإسرائيلي؟ زعلاني منهم؟ دي زعلان منهم. تحبي بيتك؟ أم. شو أكثر إشي بتحبي فيه؟
أنام. بتنامي فيه؟ وين بتلعبي هون؟ أنا عند خالتي حليمة. بتنزلوا بتلعبوا؟ انتوا مين؟ أنا وتسني ومحمد ومحي وهذول كلهم. بخلبك أخوكي؟ وأنت شو اسمك؟ كرم. كلا. كديش عمرك يا كرم؟ أبوتي استليلعت وليتا. إذن هؤلاء الأطفال يعني الذين يسكنون في هذا البيت يعني هذا يعني هذا هي الجزء الأهم من المنزل. هنا ملعبهم للأطفال، هنا منامهم، وهنا طعامهم، هذا يعني مطبخ بالإضافة إلى صالة، وهذا هي الغرفة الوحيدة التي تشكل هي المنام والاستقرار في هذا البيت. حاولنا أن نسلط ما استطعنا هي يعني الصورة على ما الذي يعني يعانيه هنا الأسر أو ما تعانيه الأسر الفلسطينية في ظل التلويح الدائم بعملية الهدم، بالإضافة إلى الإنذارات التي خرجت على لسان الاحتلال وما وصلت هنا من قبل الجيش الإسرائيلي الذي اعتبر بأن هذه المنازل مخالفة على الرغم من أنها تتواجد ما بعد الجدار وتتواجد أيضا في الأراضي التي يملكونها، وأيضا هي تقع في عمق البلدة، بلدة قبية قضاء رام الله، والتي تشكل أحد البلدات التي يعني يتم الحديث عنها إعلاميا بأنها من البلدات المنكوبة بفعل الاحتلال الإسرائيلي. إليكم في الدوحة.